اللهم إنا نسألك في هذه الليلة أن تكتبنا من عتقائك من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب أمهاتنا من النار ورقاب آبائنا من النار ورقاب أزواجنا من النار ورقاب أولادنا من النار ورقاب المسلمين أجمعين من النار. اللهم إنا واقفون على بابك نسألك مسألة المساكين فلا تردنا خائبين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا منه يا مولانا تفرقا سالما من الشر معصوما. ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم لا تحرمنا النظر إلى وجهك الكريم على معاصينا وذنوبنا وارزقنا صحبة نبيك صلى الله عليه وسلم.